اولا هذا العدائين انا اللي تخليت عليهم في بروكسل، لانهم بعد سنه من التدريب في مدينه فاس ومدينه اكادير في اماكن في فنادق من الدرجه الخامسه، ف عملت كل ما بجهدي حتى يكونوا هاد العدائين من يكونوا او يعطيوا للمشروع صوره رائعه جدا كخطباء. بعد ما تدربوا كما قلت لك مده سنه، اخذتهم الى تركيا، دربوا في تركيا على المرتفعات على سطح البحر 2400 على سطح البحر. من بعد اتيت بهم الى بلجيكا لكي يشاركون في ست او سبع سباقات. شاركوا لي في سباقين وقالوا بانهم حبوا يدخلوا المغرب، فقلت لهم اذا دخلتوا الان في المغرب في هذه المرحله ديال السباقات مستحيل نخليكم في المشروع. من هناك تخليت عليهم في المشروع، هكذا كلمة لماذا تخليت عليهم. فأنا كنت أعلم بأنهم حابين يدخلوا المغرب لأشياء أخرى لا أريد أن أتكلم عليها، ولكن تخليت عليهم على هذا المشكل اللي حبوا يدخلوا عليه المغرب. ولو كن عملوا لي الآن سأرجع لإنجازاتهم، صحيح حطموا أرقامهم كما قالوا، لا حطموا أرقامهم في مدينة دبي في 800 متر، وحطموا واحد حطم رقمه في 1500 متر في لوكرين ببلجيكا في 1500 متر، ولكن هذه الأرقام كانت ليس بالنتائج المنشودة من مشروعي أنا. انا كنتم بغيتهم يوصلوا لدقيقه 44 دقيقه 45، عملوا دقيقه 46، كنت بغيتهم يعملوا دقيقه 34 35 في 1500 متر، عملوا فقط 43. فهذه الارقام اللي ما عملوهاش اللي كان عندهم من الاول تكلمنا عليها من اول سنه. كاين مغاربه اخرين عملوا بيمشي خمسه ولا سته، عملوا تحت من 43، تحت من 37 او 36، شي 4 ولا 5، بمعنى ما كاينينش من الثلاثه الاوائل في الالعاب. البحر المتوسط كياخذوا غير 2، وفي 800 متر عملوا دقيقه 46 على ما يبدو في الصف الخامس او الرابع ولا شيء هكذا، بمعنى فيه عدائين افضل منهم، بمعنى ما كاينش مكانتهم في الالعاب البحر المتوسط. وانا كنت واضح معهم من الاول، اذا ما عملتوش ارقام ما تنتظروش مني انا سنتكلم على الاتحاد مع الجامعه او مع المدير الفني لكي يدخلكم في هذا هكذا، لان انا اصنع ابطال. اما تشارك لي تعمل لي ارقام متواضعه لكي يعملوها الناشئين او لكذا، لا مستحيل هكذا. نزيدك شيء اخر، رغم كون عملوا لي دقيقه 43 او 3.28 او يحطموا رقم هشام القروش 1500 متر، كنت نقول لهم مع السلامه وكنت نتخلى عليهم. لماذا؟ انا قلت لك لاسباب اخرى.